هشام القاضي مهندس أجهزة إلكترونية كغيره يشكو من انقطاع التيار الكهربائي، ويقول أنه ضعف من معاناته ومثله زميله مصطفى، معاناة دخلت عامها الثالث نتيجة الأضرار البالغة التي لحقت بمنظومة الكهرباء جراء العدوان الحوثي على الضالع. نعاني من مشكلات الكهرباء بسبب استلام الأجهزة بشكل مستمر كالمحولات والشاشات من العكس، ولهذا لجأنا إلى استخدام الطاقة الشمسية حيث سببت لنا هذه الطاقة الإتلاف وإحراق بعض الأجهزة منها الطابعات والكمبيوترات، ونطالب الجهات المختصة بأن يوصلوا لنا الكهرباء حيث أنها قد هي في منطقة السلاح ولم توصل إلى الفاخر وإلى قعطبة. استمرار انقطاع التيار الكهربائي إحدى الهموم اليومية التي صارت ملازمة لأبناء محافظتنا تحررت غالبيتها من الميليشيات الإنقلابية، لكن ثمة خدمات أساسية لا زال ينتظرها أهاليها من حكومة شرعية. والله الكهرباء اللي تصيب التريكات الصيني والتريكات الطاقة الكهربائية اللي تدينا الصين كأنها قد بواقع اليماني، معاش شعب اليمان هي الصين قد في اليمن الآن. فرق هندسية قامت بإصلاح الخراب الذي طال شبكة الكهرباء في لاحق وإيصال التيار إلى عاصمة المحافظة والعديد من المناطق المحررة، غير أن غالبية المحافظة لا زالت تغرق في الظلام. بإذن الله ستضيء جميع مناطق المحافظة، وإن كانت الإضاءة لا تختلف عن الإضاءة في عدن. المواطن أساس في بقاء هذا التيار، وهو مساعدتنا في تسديد إيجار الكهرباء. استبشر الناس بالحكومة الشرعية خيرا، لكن خيراتها لن تصل، فإعادة التيار الكهربائي وتوفر باقي الخدمات هي ما يأملون. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.